يعني انا بالنسبه لي كتجربه شخصيه هذا الجانب اهملته وانا ادرس يعني ما اخذت بالحسبان هذه الامور الا كان يعني بنفس الوعي الان كان دركت اشياء كثيره يعني اول ما ادخل الجامعه حتى ممكن كان اكتسب وظيفه ثانيه وانا في الجامعه لكن اي واحد يدرس والله المفروض ايش يحط بالحسبان جزاك الله خير وقت كل يوم معايا فاكيد ما قدر نصحني هذه النصائح والله عاد ما اقول لك عمر عشان احنا يعني في الاخير هنا انه تخرج انت صانع محتوى وتخرج انت منتبه للعالم الرقمي عالم الانترنت في منصات موجوده مخصصه فقط للهواة لاصحاب خامات الصوت التعليق فعلاً الصوتي فعلا والله في كثير نحن نحتاج نحن اخبار تقارير وثائق خلاص ما جاتني الفرصه ولا انا اقول لك مو ما جاتني الفرصه انت راح تروح للفرصه انت تسجل صوتك انت شيء ثاني يدخل شخص يطلب انا عندي تطبيق احط نبذه من النص حتجيني عينات انت علقت وغيرك علق وغيره 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 اختارك انت حتتفاوض معاه تتفقوا الموقع مره مرتب وفي اكثر من موقع لكن في موقع مخصص بس لاصحاب التعليق الصوتي هذه كل المواقع موجوده أفهم من كذا عمران قاعد يشوف لك وظيفه الحين انا اقول لك شيء كمان فرصة اقول لك حاجه بس للامانه كم ياخذ انا عندي حقين 20,000 في الشهر لا تخليه يتشرب علينا مربى الكعبه الاستاذ عادل بربع قال هذا الكلام عادل بربع انت تسمع صوته في الجو في الارض لا ايوه انا للامانه يعني فويس اوفر ممكن الفويس اوفر التقرير واحد ممكن ياخذ عليه 1000 ريال انت بتقول ما في الحين تشرط علينا ترى قاعد معانا يعني باتور لو طلع ابراهيم على طول بخش الموقع لا كم مده التقرير على حسب بالدقيقه اقول لك حاجه عمر الشباب عندنا في مكه تحصل واحد خريج تخصص كذا غريب فيزياء طبيه السلام عليكم الله مروان استريح ولكن تحصلوا في هذه الاثناء ما حصل بناء على الخبره ما حصل شغل حصل شغل فندق دخل بياخذ خبره حياتيه بيكتسب علاقات خلال عمله في المجال هذا اكتسب علاقه في مجاله الشخصي مجال تخصصه راح نقل بعدين اشتغل بعدين رجع لمجال الرئيس صح ممكن فانت لا تقعد حتى الجميع الخريجين لا تقعد تربط نفسك بمجالك اللي انت متخرج منه لا ابحث عن مجالات ثانيه اشتغل فيها بعدين اوصل انا معاك عبد الله ذكي اللي يجيب نفسه وظيفه ما ينتظر الوظيفه اي لا تنتظر الوظيفه انا معاك عبد الله لكن انت الحين تدرس ما شاء الله مكه كلهم جبت المثال الاول عبد الله مثلا انت يا عبد الله تدرس هندسه 4 سنوات 5 سنوات حلو تدرس هندسه ومتمعن في الهندسه ومبحر في الهندسه منشد في النهايه يعني مثلا تصير في الفندقه ادينا رايك طيب مجال حلو على راسي انا ما عيب الفندق ولا شيء عمر انا ما اعرف الاحصائيه عارف قصه الواحد عنده شركه عنده شركه تسويق عمر جاب لك وظيفه وقفل الموضوع خلاص اقول لك عارف سمعت قصه واحد في الاذاعه عنده شركه تسويق جدا كبيره فيقول كنت شغال فندقه يقول تخرجت تسويق وما حصلت عمل فاشتغلت فندقه فكل كنت في احد الفنادق ففي احد العملاء نسي غرض مهم له عندنا ومشي فنزلوه العمال وخلوه في الريسبشن هو شغال في الريسبشن اللي يحكي القصة إيه في الاستقبال فيقول حبيت من الحرص أني أتصل عليه أخذت رقمه من السيستم اتصلت عليه النظام من النظام طيب عربي 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 المدقق اللغوي العربي والمدقق اللغوي الإنجليزي طيب تتكيلي ترجم هويتنا في لغتنا طيب فأخذ اسمه من النظام واتصل عليه لما اتصل عليه الرجل مو موجود في الخليج يعني برا السعودية فيقول تواصلت معه وارسلت له شحنت له الغرض فالمره الثانيه لما جانا الفندق سلم علي وقال له تعال انا عندي شركه في الامارات وبكتب سكها اخذ معاه ومسكوا قسم التسويق كامل هذا رزق اي اوكي ايوه معاك في الرزق وقف خلينا نسمع صوت فهد بس واحنا بنجيب لك وظيفه بعد الحلقه ايوه حنجيب لك وظيفه حاجه واحده بس ولا نجيب لك وظيفه في الاعداد الشغل والانتاج نعم لكن الشيء اللي يقهر انك تشتغل في غير تخصصك بس تحب الدجاج الاصل في الارز الشعلان اصل الارز